سامعين عن جمال الغزال وبعد ملامح القطوة. هالأسبوع تحول كل الملامح. اليوم أول يوم فبسوي ملامح الخيل. الملامح تكون حادة، تكون حارة بعد. حس أكثر شيء يلعب بالملامح العيون. أهم فقرة المسكارا. أكيد بستخدم الباد جال بانج من بنفيت. مطلعين الألوان الجديدة حق هاللوك، بستخدم اللون العنابي. من زمان وأنا أستخدم الباد جال بانج مسكارا. كملنا أول لوك اللي هو ملامح وجمال الخيل. حين بنسوي ملامح القطو. ملامح القطو تكون ناعمة بس جذابة في نفس الوقت. تشوفون جمالية الايلاينر. الايلاينر يسحب وجهي مثل القطو، وهذا اللاينر بعد من بنفيت الرولر لاين. بس باقي اهم شيء اكيد بستخدم الباد جال بانج مسكارا باللون الاسود. سواد هالمسكارا الفاحم صدق مثل القطو، عيوني مفتوحة ومسحوبة. احط البنتنت من بنفيت فوق تحديد الشفايف، احط شوية على خدودي بعد عشان اسحبهم. اللوك النهائي حق القطو اكثر شيء متحمست له. عقب ما خلصت مكياج العيون بحط مسكرة. هذا ثالث لون من المجموعة، اللون البني. المكياج تقريبا كله بني. احب شلون رفعت رموشي، احس اللون طبيعي، احسه مناسب حق كل شيء. شيء ثاني اللي احب اسويه في هالمسكرة، احب اسوي نمش راويكم. بس بالفرشة بسوي هالحركة. صدق احس نفسي غزال. لا يفوتكم البراون باد جال بانج مسكارا لانه صدق حق كل شيء. مكياج الطير مفروض يكون مريح للعين، ايجابية وقبول، ملامح صغيرة. سويت اي شادو قاعدة اكسره بهالمسكارا لونه ازرق بارد. اكيد هذا الباد جال بانج بنفيت مسكارا باللون الازرق. احس عيوني اجنحة الطير الملونة. اكثر شيء استانست فيه وانا اسوي هاللوكات هالمسكرات اللي كل وحدة احلى من الثانية، هذا الباد جال بانج مسكارا فروم بنفيت. اللي بعده ما يعرف شعور المسكرات الملونة والفن، جربوهم وخبروني شنو رأيكم.